وصلنا لأبعد نقطة في إقليم تارودانت. الناس راه توفى وهنا بزاف، يعني 35 واحد ولا 36 واحد راه كنجبدوا الناس، بقينا مصدومين حتى ما قادرينش باقي أننا نوصلوا ليهم. هنا الناس راه خماجوا والدود خرج ليهم من الجروحة وما شفنا حتى واحد اللي تدخل. ما نكوني ورثت اللي جاتنا غير كور والو. عادل حميد دوار مكنس جماعة تيكوكا قيادة تافين قلت عمالة تارودانت، حنا كنناشدوا الناس وخصوصا جلالة الملك محمد السادس هو بالدرجة الأولى اللي كنناشدوا أنه يتدخل في هذا الشيء اللي واقف لنا في هذه الدوار، حيت الناس راه توفى وهنا بزاف، يعني 35 واحد ولا 36 واحد راه كنجبدوا الناس حتى بقينا مصدومين حتى ما قادرينش باقي اننا نوصلوا ليهم. كاين الناس اللي ما وصلنا ليهم على 6 سوايع 7 سوايع باش نجبدوهم تحت الانقاض، وتوفوا عائلات بزاف. انا اللي كنهضر دابا توفوا لي 13 واحد من العائله ديالي، منهم الوالد راه توفى الله يرحمه، توفى عمي وربعه د الاولاد ومرته، وخلى لي الدراري الصغار يعني جوج بنات ودري، وخلى في عمر ديالهم يعني الدريه الصغيره في عمرها 9 سنين والاخرى 11 سنه، ويعني والدري حتى هو صغير، يعني كلشي صغير، يعني الفاجعه ديال بصح. وكاين الدري الناس اخرين بقاو لهم ثلاثه الدراري مشاو بستاهم، ولا اله الا الله، يعني الناس راه مساكين، الناس هنا راه مكرفصه ديال بصح. الناس راه شفتوا لنا كلشي، ولكن راه كان على الطريق ما كاينه والريزو ما عندناش الضو، حنا لحد الان راه الضو ما عندنا والو، راه كنعسوا مع المغرب وماش من نعاس ولا اش من، راه كنتصنتوا حيت راه مازال الارض كتحرك، راه كتحرك الارض 7 المرات 8 المرات بالليل، يعني مازال حنا الصدمه وزيد الخوف والفاجعه. والدوار حيت الدوار ديالنا هو قريب تقريبا البؤره ديال الزنزه اللي ضربات في جهه الحوز، راه قريب اللي راه من هذا الجبل هذا، من مور وراء هذا الجبل فاش كاين، يعني وهذا الدوار كيعتبر اخر دوار في قبيله ادوم سطوق، يعني ما احنا ما شفنا حد لحد الان، يعني الناس راه يلاه بحرا وبحرا بالغوات والتليفونات معزوم، هنا الناس راه خماجوا والدود خرج ليهم من الجروحه وما شفنا حتى واحد اللي تدخل. الله ينصر سيدنا محمد السادس، وكان سيدي ما غير جرى يتاخ الزنزان نتكرفص، مشيت موتي العالين و14 واحد يموت نتكرفص، يجي ضيا ضيق الحال يبي في الله غدو تيلاس نتكرفص، داري تقرا ما نكين وكاين وما ولاي ستي ولا كلشي، والفيق ما تعاوننا ستة ست الليلة غير تقرا إلا خشيت تموت ولاي ستي والناس والو وري ليا ما شيت لي نتوغين وكلشي، أنا لا إلا باقي تسال وزاج باقي تسال ما نتي تسال ولا تباقي نتكرف صغار سوري اللي ما غادي تروح والو، انا دور نسوس ضرور دارنا غير لي والو، ما جيتنا غير سقسان غير بلا كني ودماون هاد اللي كني اللي ديو الشين حتى جيتنا غير سقسان ما نزرو ري لي نتكرفس. المهم العينين 14 واحد يجي سيفتا نتكرفس الا ما دي صغيون غير يومين دي صغيوم تيتلين وري لي جانو كان ورجين ما تزريت نتكرفس ختي لا صغير داري تعود الزنزال نيوت يعاود ويا انت موتي 14 واحد موت انت يسي موتي يما باقي تسانو تحرك تسانو نجدر وريني ما وريني ضيغاك بلغاك كنت صافي حدا ياك العقل صافي ورجع اللي غوكاينو غادا غيجرى نورج اللي ما غيجراك غير حياتينو هذا وحق الله العظيم راه تقرا راه تقرا اما ياك انت ما ديك راه تقرا ضيف الله ودي اي ويا محمد هو محمد ولا سي ورنت والو حتى يمسوري اللي ما سنتغزت ولا ما تشكر تيلاس الضوي بي نتكرفص. المهم ما نتكرفص نجي نغيض غوص مويض نجي نغيض بلا ما نشا بلا ما نسوا بلا ارنا لا تندي صافي والله الحق الله يرحم والديكم والناس تفليد اي سن تما رانا غي سن ما غي جران اي سن ما جيتنا يوقان وانا غدي الكمن اي سن قايت سن السفوس حتى نتيغا ما جيت الحاله ريال الله يرحم والديكم وانا غي تفليدنا نتكرفص ايت الموضة ويض اللي تزرى ما تيغار العيلان ولين كلو الا غيض غيض كامل كوني ورتو اللي جاتنا غير كور والو كنا نتظلم السادس محمد التنصر ربي غادي نصرح غير ما وفلا ورا نزار ورا نتكرفس ورا نمت ورا نمت الدراري ظلي مزين ما نكون اللي بد نموت وكاد راه كلشي هذا الشيء بغا يموت الا جاب الله كاين الشتاء راه بغا يمشي واحد الناس والثلج راه بدا عرفت عرفت اش تيكون هنا بالليل لا اله الا الله وصافي. حنا كنوجهوا الرساله ديالنا خصوصا لجلاله الملك محمد السادس يدخل في هذه الحاله هو اللي وعامل عماله تارودانت وقائد قياده تافين قلت، يعني ما شفنا حتى واحد من السلطات انه يطلع لنا، الناس راه واحله هنايا، الناس واكله العصا هنايا، الناس راه انتم كتشوفوا فين ساكنين، راه خاصنا لحد الاحيان الان الخيام فين نباتوا، راه ما عندناش فين نباتوا، راه كنباتوا في السمره ما عندناش الحوايج ما نلبسوا، انتم شوفوا حالتي اخويا شتي ديال البرد ديال الجبل، راه لا اله الا الله، راه حنا كنعاني الفراش ديالنا راه كلشي تهدم تما وكلشي يعني داك الشيء اللي كان
نملكوا اي حاجه عندنا راه هي تما فتحت الانقاض تما تحت التراب وتحت ما نقدروش انا نخرجوا نمشيو نغامروا برواحنا باش اننا نجبدوا الحوايج ما نلبسوا. يعني راه حنا كنعانيوا ديال بصح والريزو هذا اللي اصلا مدادي وحنا كنعانيوا منه وفي هذه الفاجعه راه تزادت اكثر من الاول والدوره ما عندناش راه كل شيء راه تما راه الخيوطه مقطعين والمواكن مهرسين راه ما عندنا حتى شي حاجه.